بسم الله. عندنا تمرين من تمرينات السايكو اسمه دوت دريل. التمرين ده بيتعمل بانماط كتيره جدا، ملوش نمط ثابت. احنا بنحط نقاط على الارض، علامه، اي علامه، 4 علامات والمسافه بينهم متر بس، يعني هو متر مربع. علامه 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 وواحده في النص، تمام كده؟ ان شاء الله عندهم في الكادري. التمرين ده بيبدا ازاي؟ احنا طبعا الاول عندنا 5 تكرارات وعندنا 3 جولات وعندنا من 20 ل 60 ثانية راحة بين الجولات. أنا هنط على هقفز للنقطة اللي في النص برجل واحدة، بعد كده هروح برجلي الاتنين على النقطتين دول، بعد كده هلف نفسي، بعد كده هروح في النص برجلي التانية. شايفين؟ طبعا بهدوء كده. احنا دي تمرين من التمارين يعني تضيف متعه وتشغل الجهاز العصبي، تخليه اكتف عضلات كتير عندنا ان شاء الله باذن الله. فانا الشاهد يعني ما تزودش السرعه غير لما تتمكن من الاداء بس. وما تنسوش 5 تكرارات 3 جولات ولحد 60 ثانيه راحه بين الجولات.